دات واحد الساعه وعاد لي خويا قال لي عندك واحد الليتر ناسيه محلول. انا خايفه على راسي، ما كناكل ما كنشرب، كنشرب الماء هز معايا قرعه ديال الماء كنشرب فيها. حطموني من كل شيء، كون غير دور لي حوايج والمواعن ديالي نمشي نفرش راح حصيره ونبرك، ما عنديش مشكل. انا مشيت لي سلعتي ماشي ما مشيتش، انا بركت للدس راه عباد الله دايرين عليا حاله كيتساني شي ريال. عائلتي ما كيرحموش، عائلتي ما فيهمش الرحمه، عائلتي ما فيهمش الشفقه، ما فيهمش الرحمه وما فيهمش الشفقه. انا كنقول لهم خوتي ما فيهمش الشفقه، راه هما سبب هاد الشفقه وهما سبب هاد الشيء كله وكثير شي كثير شي. الشاهد اللي جا في جنبي تواجر السعديه، دوار ولاد منصور، جمعه بن هلال، ولا مسيدي بن نور. انا عندي واحد المحل في البلاد كنمشي ليه مره مره، مشيت تما وقع لي واحد المشكل في الطريق، مشيت ديت السلعه ديالي وحوايجي داكشي حطيتهم تما ورجعت بحال هاتي. الساعه اللي رجعت انا خسرت لي، جيت هنا للدار البيضاء باش نقضي غيرادي وعاد رجعت تما للبلاد، تعطلت واحد شويه. الساعه اللي تعطلت دات واحد المده، جا عندي خويا جا تما العشرين غشت، كان خويا نعس في السبيطار، ضل معايا النهار كله. عيط لي منا في العشيه قلت لهم حنا الصباح غنجيبوه، عاد شويه هذا عيط لي دات واحد الساعه وعاد لي خويا قال لي عندك واحد البيت راه ناسيه محلول. كي انا داك البيت راه ما ناسيهش محلول. قال لي وراه لقيت الدري خرج لك واحد الخرجه ديال المواعن داكشي غادي بها، راني حيدتها لي وراني زيدت وردها لك للمحل ديالك. قلت ليه صافي. عيطت لخويا الكبير قلتها لي، قلتها لعباد الله كاع كلشي اللي كاينين تما عيطت لهم كاع اللي عندي تليفونات وعيطت لهم. قال لي ودي حنا ما نقدروش نجيو لدخول المحل، ما نقدروا نديروا شي حاجه تتجي. كان عيط لي هو قول لي، قلت ليه قول لي غير شكون، قال لي ما نقولش شكون. انا عرفت السيد وشفتو بعيني وانا ما نقولش شكون، راه ما بعيدش منا، راه عملنا فينا وانت ما غتوصليش للمخزن. قلت لي علاش، قال لي ما غتوصليش للمخزن. هذه اللي بقات فيا انا، علاش ما نوصلش للمخزن؟ انا بغيت نعرف علاش ما نمشيش للمخزن. كيحاربوا فيا دابا على المخزن، علاش نمشي ليه؟ علاش ندعي؟ علاش نديكلاري بسرعتي وكان ديكلاري من محلي تفرقع عند البيبان ديال الحديد وتفرقعوا؟ يعني انت موضوع سرقه، سرقه البيوت بجوج فرقعين، السلعه كلها مشات، كلشي داكشي اللي عندي الاثاث ديال الدار كلشي داوه. مبوديزه ديال الزيت ديال 5 لتر وكندير نحطها تما ناكلو منها، هزوها. انا كنمشي تما للاسواق وداكشي في المحتاجيت كنجيبات في محالي. شكون هادو اللي سرقوا؟ اقرب الناس ليا، اقرب الناس ليا. دابا عطاوني دري عنده 20 عام قال لي هو اللي سرقك، داكشي بزاف على دري ديال 20 عام. عندي سلعه ثقيله، عندي سلعه جديده بكراطه انا بكلشي لها، عندي المانطات 14 مانطه، عندي المواعن، عندي الماكينه ديال العجينه، عندي ماكينه ديال الكفته، داكشي عندي كله ثقيل. حاش 1000 درهم تبعت ب 100 درهم، حاش 10000 ريال تبعت ب 50 درهم في الدوار. وهادشي كله الناس كتهضر من اتساع وكيهضروا، من جوت المخزن كيقول لك ما نمشيوش وما نشهدوش. دابا الناس كلها خايفه اللي شاري شي حاجه وهما ضربوا عليهم. دابا جيت عيطت لنا الجدرميه ديال لابريكاد ديال الجمعه، الغد عاود عيط لهم ولدي جاو عندي صوروا خدموا حقوا في داكشي. داو الدري اللي جاب لي التلفازه واللي بانت عندو شي حاجه ديال المسروقات جابوه لي، جابوه داو داوه نهار الحد في الليل قدموه، عيطوا لي قالوا نقدموه من نهار الاثنين مع الصباح الجديده غتمشي. مشيت حضرت في الوقت، دخلت مع عند الوكيل قال لي الوكيل غتصبري معنا راه عندك غضل هنا في البحث معاه. المشكل ديالي انا عندي السكر ما كان مفاطره، مشيت جبت قرعه ديال الماء بقيت كنشرب في ديك القرعه ديال الماء وخلوني حتى الوحده ديال الليل وعنا في داك البحث. جاو هما الدوار، داو خويا اللي شاهد وداو ولد عمي شاري ماكينه تاع الكفته، وداو دري اخر كان كي راجل اخر كان كيهز مع المواعن كيبيع معاه في الدواور. داوهم تحقيق داز بينو وبين ما فهمتش انا داك التحقيق. جاب لي واحد الورقه قال لي سيني، سينيت انا ما قارياش، امي ما عمرني قريت في المدرسه، عمرني قرا عليا هو داكشي اللي قرا عليا السيد اللي ذا قرا عليا. قال لي مشي لداك عطاني واحد المذكره قال لي سيني فيها، سينيت فيها بصمت فيها كيف اسمو اخرين بصمت فيها. انا ما قاريش باش غنقرا الملف وغنعرف شنو فيه. جينا مشينا الغد مع الوحده، خرجت من عندهم داتني واحد الدريه ما عنديش فين بات تما، كنت غنبات في الزنقه. جات واحد الدريه صغيره قالت لي عاودي باتي عندي، مشيت بت معاه هي والدريه جاو عندي قارين كيقراو، كاين بيته كيقراو. مشيت نعس عندهم، نط مع السبعه الصباح مشيت للباب ديال المحكمه برك الثاني، جاو عندي مع ديك العشره ونص. دخلنا تقدمنا، جاو اخرين تا هما اللي جابو، مشاو بحالاتهم ديورهم الصباح جاو هما رجاله مشاو ديورهم، انا بقيت تما جديده.
الصباح دخلنا عند الوكيل كنسمع كنيتنا كدور في المحكمه هذه. او البارح ما دارتش كنيتنا، اليوم علاش كدور كنيتنا في المحكمه؟ فاجئت شويه تلقى دخلنا عند الوكيل قال لي وهاد الناس ما داروا والو، انا ما خصنيش كرمهم غترجعوا للابتدائيه. قلت لي لا، قال لي داكشي ما عندنا ما نديرو، بغيت تمشي مع مسيري ما بغيتش، انا عندنا ما نديرو لك، غترجع للابتدائيه صافي. هزوا الدري بنتم قال لي تشدوا طاكسي، انا غادي نوصل لزاويه اسماعيل صافي. تبلوكيت ما داكاش البريوميل، ما واكلاش كنشرب معاك الماء، خايفه على راسي نعاود نطيح ونغير، ما عنديش اللي يهزني، غنبقى تما مليوحه. انا خايفه على راسي، ما كناكل ما كنشرب، كنشرب الماء، هز معايا قرعه ديال الماء كنشرب فيها. وصلت زاويه اسماعيل متيش نقدر نكمل سيدي بانور، نزلت في الزاويه شديت طاكسي كورس رجعت لدارنا. رجعت تما للدار، مشاو هما دازو خرجوهم كاملين جاو بحالاتهم. دابا كيقولوا لي ما بقات عندك حتى شي حاجه، وخوفني عليك اللي باقا جيتهم، والمحلات راه قد ما سديتهم جد الصدور خسرت عليهم 10000 ريال، صوب ثاني قفوله، صوب شريت قفوله جداد، سديت داكشي. كي دابا كيعيطوا عليا كيقولوا لي واخا سديتي راه غيتحلوا وما تبقى لك حتى شي حاجه، غير سيري بحالاتك. يعني واش يهدوك؟ اه كيهدون، كاين تهديد على الجد، تهديد من الدري اللي كيقول سرقني البارح كيهضر، يعني صيفط لي في التهديد راه عندنا في التليفونات مكتوب، كيصيفط لي في المعيور هضره خايبه، كلشي عباد الله سمعوها، العائله كلها سمعت ديك الهضره خايبه، الدراري ولا كلشي كيسمعوا ديك الهضره خايبه. مو كتحلف لي بالله قال لي تقول لي عمره ما خرج، خالو كيقول لي والله الا دخل، خويا الاخر تا هو خالو تا هو كيقول لي والله الا دخل المخزن. في الاول كيقول لي مصورين وكيحل في الباب، دابا درقوا داكشي كلهم. دابا الدري كيغوت تو كيقول لك معايا ناس اخرين، ويني ما بغاش حتى كيعيط عليه شي حد ويقول لي تقدم حنا غنوقفوا معاك، الدري باقي صغير يعني وغنساعدو معاك هادشي. يعني كيبقى يمشي كيحبسوه، كيحيد لي النمره التليفون، بدلوا لي النمره. يعني الدري ملي كان تيحل في الباب كيما تيقول لك الاخ ديالك، علاش ما تمش التوقيف ديالو في ديك اللحظه؟ ما بغاوش، خليهم راه شهر هو كيخرج، وما بغاوش يهضروا، تسمعوني انا جايه. وقفوه في الصباح، عيط عليه نيت خويا الدري اللي معاه صاحبه، قال لي عيط خالو، قال لي خويا راه هي جايه. هاد الشاهي انا نطالب بالعدل ونطالب بالقانون يحقو مع خويا، ما يحقوش شي الدري يحقو معاه، غيقول الحقيقه. الدري باقي صغير على 20 عام، اول مره سرقه لي، انا غيتحقق مع خويا اللي غيتحقق معاه، انا كنطالب بالعدل يتحقق مع خويا، وحق التحقيق ديال القانون وديال السلطه، ما يحقوش التحقيق ديال الخاوه. انا عندي عمليه دوك خصني ندير مليون زياده، باش غندير؟ عائلتي ما كيرحموش، عائلتي ما فيهمش الرحمه، عائلتي ما فيهمش الشفقه، ما فيهمش الرحمه وما فيهمش الشفقه. انا كنقولوا خوتي ما فيهمش الشفقه، راه هما سبب هاد الشفقه وهما سبب هاد الشيء كله، وكثير شي كثير شي الشاهد اللي جا في جنبي. مش نداز، مش نداز، واحد اللي جا ضيف عندي، واحد اللي جا ضيف عندي كيعرفوا رجا، ولا مشيت تما مع اي وقت نزلت كيعرفوني معاش نزلت. علاش داري شهر وزيادو هي محلوله المعلم كيخرج وما جابش المخبار؟ علاش؟ اشنو السبب؟ كون ما عندوش ايد في هذا الشيء. علاش باب لا تقرقر كيسمعوا بعضياتهم كينوضوا يراقبوا في الليل؟ علاش محالي تفرقعوا البيبان وتفرقعوا ترس الدفه من فوق، ترسوا القفوله كبار، شاريهم 13 من ضريب ديتهم من هنا ودرتهم للبيبان. علاش هادشي ما سمعوش البيبان كيتفرقعوا؟ راه الا درتي عرق دقيتي كيسمعوك. انا كنمشي للطلوين كنقول ولادي نمشيو الصباح بكري، وكنقول لهم سدوا شويه وكيجيبوا لي الخبار، ساعه اللي دخلت كيجيبوا لي الخبار. علاش محالي كيتخوى وحوايجي كيتهزوا ما جابوش لي الخبار؟ اشنو السبب؟ كون ما عندهمش اليد في هادشي.